الحديث لا. عن لوبي واضح وصريح لا ينكر. زيارة رئيس وزراء الإقليم، مو رئيس الإقليم، رئيس وزراء الإقليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسابقا في السنة هذه السنة تمام، وعندهم لوبيات هناك هم يعترفون بها، مو إحنا زين، لوبيات موجودة. أكو شخصية مهزوزة خاسرة سياسيا، طردت بسبب فسادها، هذه جن جنونها، تصريحاته وتغريداته. من هي؟ واضح. هوشيار زباري. هوشيار زباري هو اللي هو تصريحاته اللي اتجاه القضاء واتجاه المحكمة الاتحادية ومحاولته لجعل القضاء والمحكمة الاتحادية مسيسة. والله هوشيار زباري صاحب هذا اللوبي هو من قام بذلك. أكو لوبي الشخصيات، أنا ما أتهم الحزب، الحزب لا لا لا، هوشيار زباري هو اللي اشتغل هذا الموضوع. هكذا هكذا يتم الحديث. خلي يكمل دكتور ريبين، خلي اسمع ارجوك دكتور ريبين. لانه علاقته بهذا اللوبي علاقه قويه، هذه غير منكره زين. هو يعلنها، هو قدم هذه التقارير اللي تخص رئيس السلطه القضائيه. هكذا يتم الحديث عنه. لماذا؟ لانه لا توجد من قدم التقارير، سؤال يعني جهات ايرانيه قدمت تقارير للولايات المتحده الامريكيه للكونغرس، لعضو الكونغرس زين. لو اكو جهات داخليه تقدم تقارير، وهي التقارير نظام مال بعثيه، البعث الهدامي لعنة الله عليه، تمام. مثل ما يقدمون تقارير على بعض الإعلاميين، بعض المحللين، دول إقليمية اللي بسببها تم القبض على بعض الشخصيات بسبب ما يحدث، اللي يدعون أنهم مدنيين ويراعون حقوق الإنسان بس هم يقدمون تقارير، تمام. اللي يدعون أنهم دولة ديمقراطية وعدا علاقة وتحترم السيادة العراقية، يحاولون أن يصنفون شخصيات عراقية لها علاقات مع دول إقليمية،